واشنطن المحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي. أهلا بك أستاذ ماك معنا. ومن القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب. أهلا بكما. ودعوني أبدأ معك أستاذ سمير. أستاذ سمير، بالفعل كما ذكر ضياء حسن من قطاع غزة وبحسب ما قرأناه من تصريحات هنية، بالفعل حماس لربما تبدي ليونة بعض الشيء. الرئيس المصري كذلك عبد الفتاح السيسي في تصريحات اليوم يوضح أو قال بوضوح أنه يأمل في التوصل وصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة. ما المتوقع برأيك بهذا الشأن؟ هذا حضرتك لورين وللأخ العزيز دكتور ماك شرقاوي. تفتكري لورين أنا قلت لك من في الوادي اللي الناس كانت بتتكلم على حرب في رفح، قلت لك هتتم عملية وننتظر 15 يوم وهتكون قبل رمضان. وده اللي حصل بالظبط. يعني فكرة الحديث عن الحرب، يعني كان المفروض أنا بحكم التخصص أتكلم عن الحرب، لكن يعني في مؤشرات كثيرة كانت بتقول انها منها عسكريه ومنها سياسيه ومنها الداخل الاسرائيلي ومنها تحركات مصريه تحركات عربيه امريكيه بتقول ان احنا رايحين لهدنه، لكن لا يخلى الامر من المناكفه السياسيه سواء في التصريحات او الكلمات، سواء كان يعني حديث جالنت المستمر بتجاهل فكره الهدنه والحديث على رفح، او حديث السيد اسماعيل هنيه، او حديث يعني اليمين المتطرف. فإحنا لو لم نذهب إلى هدنة في خلال الأيام القليلة القادمة اللي هو في الأغلب هتكون يعني قبل ساعات أو أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، يعني في 10 بمارس أذار القادم بإذن الله، هندخل في كارثة، في أزمة إنسانية كبيرة الحقيقة. يعني حضرتك المراسل بيقول 31 شاحنة دخلت، ده عدد قليل جدا. القطاع محتاج في اليوم مش أقل من 500، ده في الأحوال يعني القصوى ممكن تبقى 200، لكن في الطبيعي المفروض تبقى 800. حتى الجسور الجوية وال يعني الإنزال الجوا دي يعني بالأطنان القليلة، يعني 50 طن 100 طن، يعني ده 5 شاحنات أو 7 شاحنات بالكتير. فلابد ان يعني يتم السماح بالمزيد من المعونات، ولابد من الوصول لهدنه اللي انا اعتقد الحسنه للشعب الفلسطيني اللي هم في 6 اسابيع الهدنه الاولى هو ادخال كم كبير من المعونات تغطي الاحتياجات وتوصل لكل الاماكن، وخاصه ان الشمال لا تصل له المعونات الكافيه، وقضيه الابرار دي ربما تمنحهم ان يموتوا لكن لا تجعلهم يعيشوا في حياه يعني حياة طبيعية. نعم أستاذ سمير، ابقى معي لو سمحت. أنتقل إلى ضيفي الأستاذ ماك شرقاوي. أستاذ ماك، يعني رغم هذا، يعني بعد ربما تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل أو بعض المصادر في إسرائيل قالت أنه يمكن القول أن بايدن بالغ في التفاؤل وفي الحديث عن أننا ربما نقترب من الصفقة أو من هدنة في المرحلة المقبلة، ولكن كل المؤشرات من قبل حركة حماس من قبل الوسطاء تحديدا مصر تدل على أننا بالفعل سندخل إلى هدنة كما تفضل الأستاذ سمير. برأيك كيف تنظر الولايات المتحدة إلى كل التصريحات وكذلك وتحديدا إلى الموقف الإسرائيلي المتعلق بالمفاوضات؟ أهلا بك يا لورين، وأهلا بضيفك العزيز الصديق سيادة العميد سمير راغب وجمهورك الكريم. ما في شك أن تصريحات بايدن مش مقصود منها التفاؤل، مقصود منها الضغط. يعني عندما حدد يوم الاثنين المقبل للوصول إلى صفقة هو ضغط على بنيامين نتنياهو، أبلغه بالتأكيد في اتصالات، وأبلغ من جاك سوليفان، وأبلغ من السيد ويليام بيرنز، وأيضا أبلغ من وزير الخارجية السيد بلينكين أن يعني الوقت ليس في صالح بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، وأن يعني خيرا أن يعود المحتجزين أحياء من أن يعودوا جثث. وأعتقد يعني من خلال شاشتك الكريمة يعني ببلغ الإخوة الموجودين في إسرائيل من الشعب الإسرائيلي الذي يعني يرى ما يحدث، وبالتأكيد هو لا يريد أن يكون في حالة الحرب مدى يعني بقية عمره. وأعتقد أن هناك فرصة جيدة للضغط على بنيامين نتنياهو لكي
يوازن ما بين كرسيه ويعني محاولاته المستميتة للهروب إلى الأمام ووضع الحصان دائما أمام العربة بأن يحل، لأن يعني رجوع هؤلاء المحتجزين بالتأكيد سوف يسعد الكثير من الأسر الإسرائيلية، وبالتأكيد سوف نصل إلى صفقة سياسية ووقف مؤقت لإطلاق النار يمكن أن يمتد ويمكن أن نصل إلى. ربما من يمين نتنياهو يريد إعادة المختطفين يا أستاذ ماك، ولكن لا يريد صفقة سياسية بحسب ما نفهم من. يا فندم يعيد المختطفين إيه يا فندم بعد إذنك؟ ده كانت أول قصف تم في مبنى في شمال قطاع غزة، المبنى اللي اتحط فيه الشرائح الجي سي ام اللي هي بتاعت الجنود الإسرائيليين اللي تم انتزاعها من ايديهم من تحت جلودهم وحطوها في مبنى، اول مبنى قصفه بنيامين نتنياهو يريد تطبيق عقيدة هانيبال على العسكريين وعلى المدنيين. هو لا يعني بالتأكيد يعني الأسرى من قريب أو من بعيد، بل هو يريد الأسير القتيل خيرا من الأسير المخطوف الذي يتم التفاوض عليه. هو لا يريد بالتأكيد هذا الأمر، ويمكن الضغط عليه في حكومة الحرب في الكابينة المصغرة بصاحب صلاحيات المسجد الأقصى من هذا المعتوه بن غفير. أعتقد وبدأنا أن نرى تحركات بهذا جداً الشأن، وستوسع بهذه النقاط جدا هذا التحرك بالطبع. لأن سوف تنفجر الأمور سوف تنفجر يا لورين الأمور في الضفة الغربية وفي القدس. ونعلم أن الإدارة الأمريكية تحدثت كثير عن هذا الأمر، والخارجية الأمريكية قبل قليل كذلك لا يعرف ما هو رمضان يا لورين. بهذا رمضان شيء مقدس، وبالطبع الأنظار تنتظر يا أستاذ ماك إلى رمضان إلى تحديدا القدس والمسجد الأقصى. سنكمل بالحديث عن هذا معك، ولكن ننتقل الآن إلى تقرير المتعلق بتجدد القصف الصاروخي على مناطق غلاف غزة في وقت تتفاقم به المجاعة في أنحاء القطاع. المزيد في التقرير التالي. صافرات إنذار ورشقات صاروخية عادت لتمطر بلدات غلاف غزة وعسقلان، عشرة أيام من الهدوء الحذر وانخفاض ملحوظ في إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لكن هذا الهدوء تبدد مع تجدد إطلاق عدد من الصواريخ من شمال القطاع. مع اشتداد المعارك بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة، يرى محللون أن عودة إطلاق الصواريخ من شمال القطاع تقف من خلفه قوات المساندة التابعة للفصائل لتوجيه رسالة لإسرائيل أن كتائب القسام لا تزال تقف على أقدامها وتدير المعركة شمال قطاع غزة. فيما يرى محللون إسرائيليون أن الرشقات الصاروخية الجديدة لها دلالات عدة، منها أن الفصائل الفلسطينية لا تزال فاعلة بإطلاق الصواريخ ولديها القدرة على إعادة تجديد قوة سلاح المدفعية التابعة لها، كما أنها تتضمن رسالة للمواطنين الإسرائيليين الذين يفكرون بالعودة مجددا إلى منازلهم في غلاف غزة بمراجعة أنفسهم. إحنا ست الفار ومناخد كسير طحيل يا دوب اللي بكفلنا وبنشتري عليهم، وإحنا يعني في خيم عقبال البير هاوس، ويعني يا دوب بيجينا مساعدات يعني في الشهر مرتين وبكفلنش أولادنا، والواحد مسلك حاله تسلك. إلى الشق الآخر من الأوضاع في قطاع غزة، تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة ستجتاح القطاع، وأن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من الموت جوعا في ظل عدم تمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ أكثر من شهر وعرقلة وصول الشاحنات عبر معبر رفح. عائلات بأكملها تبحث عما يسد رمق حاجتها للطعام أسفل أنقاض منازلها، أو حتى العثور على ربع كيس طاحين بأسعار خيالية، وما يزيد مخاوف هذه العائلات تبدد فرص التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. الاستمرار في النقاش، ينضم إلي الأستاذ غريشا يعقوبوفيتش ضابط سابق وخبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أهلا بأستاذ غريشا معنا. لنبدأ مما جاء في التقرير، نرى في اليومين الأخيرين ربما تجدد القصف الصاروخي تجاه بلدات غلاف غزة، كيف يقرأ هذا عسكريا؟ أنا رسلها خزير دفكة وطخ. أنا أريد أن أعيدك أنت بالذات إلى 4 أشهر إلى الوراء. جلسنا هنا في هذا الاستوديو وعرضت أمامك خطة عمل حماس للأشهر القادمة، وذلك كان ذلك هو 4 أشهر. تحدثنا عن أن حركة حماس تعمل في 6 قنوات متوازية، إحدى هذه القنوات
هي إدارة القوى النارية. تحدثنا عن أنه سيستخدم الكارثة الإنسانية والمخطوفين والحرب النفسية وإدارة القدرة النارية. أنا لا أحب التباهي الإسرائيلي بأنهم قتلوا الكتائب المسلحة. يجب أن يكونوا أكثر حذرا في هذا الحكي في هذا الحديث. حماس حافظت على قدراتها إطلاق الصواريخ وستحاول على الحفاظ على هذه القدرات حتى دقيقة قبل أن تبدأ عملية وقف إطلاق نار. لماذا؟ لأن حماس يريد أن يقول هو صاحب المقولة الأخيرة في اللغة الشرق أوسطية. لو حركة حماس هذه الحركة الصغيرة التي نجحت بتسجيل كل هذه الإنجازات تصمد حتى النهاية أمام العدو الصهيوني. إلى أي مدى يوجد لهذه التحركات وهذه الرشقات التي تطلق تجاه غلاف غزة تأثير على الموقف الإسرائيلي وعلى اتخاذ القرارات بشأن المرحلة المقبلة؟ أنا خشف شإيروا هذا حماس كرجة مفيد يسعى إليه حماس هو هذه الرشقات المحدودة هي غير مهمة حتى الآن. لماذا؟ لأن التحدي الأكبر هو ما يحدث في الجبهة الشمالية مع حزب الله. هل هذا سيتطور إلى حرب؟ في الأسبوع الأخير شهدنا تصعيد إضافي. لذلك أنا أعتقد لذلك في الجنوب المعركة واضحة، الأمور تسير باتجاه وقف لإطلاق النار أو وقف القتال مع بدء شهر رمضان. حتى الرئيس المصري أعرب عن مخاوفه من استمرار التصعيد في فترة رمضان. عن رمضان يا أستاذ جريشا، الرئيس المصري أبدأ اليوم تفاؤل وربما قال بوضوح أنه يأمل في التوصل إلى صفقة وإلى هدنة في الأيام المقبلة. إهانية كذلك تحدث عن مرونة يمكن القول من قبل حركة حماس. ما المتوقع برأيك من الموقف الإسرائيلي خاصة وأنه غدا سيلتئم كابينت الحرب للبحث الصيغة المطروحة؟ حتى الآن الجميع يجهز الذرائع لسيناريو ترفض إسرائيل شروط حماس. ما قاله هانية هي أمور لا علاقة لها بالواقع، وكأنه يعيش في عالم موازي، عالم تصريحات قيادات حماس يتحدثون عن صمود وعن استمرار قدرة قتالية وعن ما يحدث في الواقع في غزة. يعني هل يمكن القول حتى اللحظة حركة حماس ويعني عناصر حماس بالفعل صامدون في الميدان وفي الأنفاق كذلك؟ هو يتحدث عن أمر واقع يا أستاذ جريشا. نخون هذا صحيح. حماس موجودة في الميدان في نقاط في شمال القطاع بشكل أكبر في جنوب القطاع. لذلك أنا أقول هنا وسأقول لئن لم تدخل إسرائيل في الممر بين قطاع غزة ومصر ولا تنهي العمل، وكأننا لم نقم بأي شيء منذ بدء هذه الحرب، ولكي نحصل على الهدوء في الشرق الأوسط يجب القضاء على حركة حماس التي هي أسوأ من داعش. لذلك واجب أخلاقي علينا وواجب شرق أوسطي أن ننهي أن نقضي على هذه المنظمة الإرهابية وأن نخلق مستقبل أفضل لسكان القطاع. وهذا يعني بالفعل ربما دخول إلى منطقة رفح بحسب ما نفهم منك يا أستاذ جريشا. الدخول إلى رفح لا تستوجب، لا أتحدث عن الدخول إلى مدينة رفح، أتحدث عن ذلك المعبر الذي كنا نسيطر عليه حتى العام 2006 والذي انسحبنا منه في إطار خطة الانسحاب. أتحدث عن العودة إلى هذا الممر، وسيطرة إسرائيلية فعلية ستكون على ذلك مسؤولية أخرى مثل المسؤولية على قطاع غزة. كما نسيطر على الحدود مع الأردن يجب علينا أن نسيطر على هذه المنطقة الحدودية مع مصر ومنح سكان غزة الأمان ومنح أيضا الدعم للحكومة المصرية. أريد تعقيب من الأستاذ سمير على ما طرح هنا في نهاية المطاف. يوضح ضيفي هنا الأستاذ جريشا أن دون السيطرة الأمنية لإسرائيل على منطقة رفح على الحدود لربما في هذه المنطقة لا يمكن الحديث عن انتصار أو عن نجاح إسرائيل في تدمير حماس.
هو دي شماعة بالجانب الإسرائيلي بيعلق فشل استخباراتي وفشل عسكري على 14 كيلو الحدود، اللي هو يعلم تماما أن مصر قضت على كافة أنواع الأنفاق والانفلات الحدودي، ودلوقتي بقى فيها تواجد لوجستي وتواجد أمني، مش ممكن أي حاجة تعدي ده ولا احتمال واحد في المليون. طب دلوقتي معدل القتل في الجيش الإسرائيلي يوميا 26 واحد، رغم ان الجانب الاسرائيلي بيقول ان هو تم القضاء على قوه حماس والقضاء على 12 كتيبه في الشمال وخمسه في خان يونس واربعه في الوسطى وقد الاربعه في رفح، لو انتهت يبقى خلاص مش هيبقى في حماس. الصواريخ بتطلع لوري، نعم، الاهالي 26 اللي قتل اللي اصيبوا منهم قتله منهم قاد سريه وقاد فصيله من جفعاتي، صحيح. وده معدل يومي على فكره، يقابله تقريبا 100-120 من المدنيين، قتلى شهداء مدنيين من الفلسطينيين. ده بسبب بجانب حاجه، هي دلوقتي اسرائيل بتحكي بقى لها 4 شهور وتقول لك اصل السلاح بيدخل. يعني هل اسرائيل لو هي اجهزتها الامنيه عندها فكره ان في سلاح بيدخل؟ طب السلاح اللي بيدخل من رفح ده، طب ما تكلم مصر تقول لها في سلاح بيدخل رفح. طب هو لما الميه ما بتعديش لمحافظه الشمال، ازاي السلاح بيعدي لمحافظه الشمال؟ يعني السلاح بيعدي من رفح رغم الوجود، يعني يا لورين في 2000 عربيه موجودين، نعم، في محيط المنفذ، في 5 كيلو فضاء ما بين السور غربا، يعني معنى كده ان في نفق ماشي مثلا 10 كيلو تحت الارض ومعدي لغايه رفح، بالاضافه لان الجانب الاسرائيلي عمل عسكريا اللي يكشف لو في انفاق. في ضربات تمت على الحدود يا لورين على السور الفلسطيني وبنكر باستر بقذائف اعماق عشان تكشف لو في انفاق تدمرها، تقدر تدمرها، وحصل. ولسه كان في ضربه على البرازيل، على حي البرازيل في رفح. يعني تقول انه يمكن كشف الانفاق دون دخول، يعني دخول لعمليات عسكريه ميدانيه في هذه المنطقه؟ إذا ما الحاجة من دخول المنطقة؟ لماذا الجانب الإسرائيلي يلوح بهذه الحاجة؟ مش محتاجة كل ده، بجانب حاجة مصر الدولة اللي هي ضد الحرب واللي هي وسيط، ولابد أن الوسيط يكون نزيه. يعني إيه نزيه؟ يعني يثق في الطرفين، الجانب الإسرائيلي يثق فيه والجانب الفلسطيني يثق فيه والجانب الأمريكي وهكذا. فمصر أولا، مصر إزاي هتدي حماس سلاح وهي ضد كل ما هو عناصر يا إسلامية أو تكفيرية أو عناصر بترفع شعار أيديولوجي لا علاقة بالأديان؟ طيب حماس كانت متصنفة لغاية 17 منظمة إرهابية، وبعد كده فكت الارتباط السياسي بجماعة الإخوان المسلمين وظلت الارتباط الأيديولوجي وبدت تنسق مع مصر ما يتعلق بالحدود، وانتهت كافة أعمال الأنفاق على الأقل في عام 2018، وحماس بقت حريصة لا تخسر الجانب المصري عشان هو المنفذ الوحيد على العالم، وأن مصر كانت دائما بتضغط على الجانب الإسرائيلي لدخول الإمداد التجارة، كان ساعتها مش معونات يعني. فبالتالي فكرة ما بعد اليوم التالي للحرب، الجانب الفلسطيني اللي يحدد الدنيا. لما يبقى فيه احنا رايحين لدولة فلسطينية، هل هيبقى في دولة فلسطينية واستكمال بقى خطوات التطبيع؟ والدولة دي ملهاش معابر على العالم، يعني اللي بيقول أنا هحتل الممر، طب أنت هتمنع المعابر إزاي؟ بتتكلم في دولة إزاي اليوم التالي ميبقاش في معابر؟ ابقى معي سنتوسع بهذا. أستاذ ماك، بدأت بالحديث عن لربما قرار الكابينة الإسرائيلي أنه لن تكون هناك لربما قيود على دخول الفلسطينيين من العرب في داخل إسرائيل وكذلك على المقدسيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. برأيك كيف تقرأ واشنطن والإدارة الأمريكية وبايدن تحديدا هذا القرار الإسرائيلي، خاصة وأن الإدارة الأمريكية بالفعل حثت إسرائيل كثيرا على لربما تسهيل الوصول إلى المصلين إلى المسجد الأقصى وعلى عدم اتخاذ قرارات كهذه يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها؟
متفق معاك يا لورين. يعني الرئيس الأمريكي طلب من بنيامين نتنياهو أن يتخلص من هؤلاء المعتيه بن غفير وسموتريش من هذه الحكومة، لأنه بالتأكيد يضر بحكومة بنيامين نتنياهو، يضر بدولة إسرائيل. يعني اليمين المتطرف الذي هو كان متهم في اغتيال يعني مناحم رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى أن نصل إلى السلام، وهو متهم بقتله في الجماعة التي قتلته. فأعتقد يعني عندما يتفاخر بأنه تم القبض عليه في 45 اتهام وأن لم يتم التوجيه اتهامات جنائية ويدخل السجن ويصبح وزير، هذا الوزير مرفوض دخول الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الوزيرين، وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تعليمات بعدم إعطائهم الفيزا للولايات المتحدة الأمريكية، هم غير مرغوب فيهم وممكن أن يتم تطبيق عقوبات عليهم قريبا جدا. أعتقد أن يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتنبه إلى أنه يعني في حالة حرب مع حماس وليس مع أهل غزة. أهل غزة ما هماش حماس يا لورين، أهل غزة 2.2 مليون بني آدم، ما هماش حماس. القضاء على مقاومة ده ضرب من المستحيل، بيحلم أن يقضي على مقاومة، لا يمكن أن تقضي على فكر المقاوم إلا بإنهاء الاحتلال. إذا أنهيت الاحتلال وأعلنت دولة فلسطينية، ما فيش أي مقتضى بعد كده أن يكون في مقاومة مسلحة، وبالتأكيد سوف يدعم الجميع ألا يكون هناك سلاح موجود مع هذه المقاومة، وسوف يتم نزع سلاح المقاومة وتكون دولة منزوعة السلاح محمية من المجتمع الدولي. نعم. من أن يتم هذه الغطرسة الإسرائيلية أنا الليل وأطراف النهار، كل ما يحب يعمل مشروع انتخابي يكلم إسماعيل هنيه يقول له اضرب لك صاروخين عشان عند انتخابات. أنتوا ناسيين الكلام ده ولا إيه؟ من الذي عمل حماس؟ مين اللي عمل حماس يا لورين؟ أنتوا اللي عملتوها، إسرائيل اللي عملت حماس. فأرجوكم يعني ما تضحكوش على الشعب الإسرائيلي، ما تضحكوش على الدنيا، الدنيا كلها عارفة. جوزيف بوريل قال تصريحين في هذا الموضوع. لا تنسوا أن من دعم حماس هي إسرائيل، والتسريب اللي طلع بنيامين نتنياهو في 2019 في حزب الليكود، علينا أن نحرص على حماس، لأن في وجود حماس لن تكون هناك دولة فلسطينية. نحن نعلم جيدا هؤلاء الذين يقاومون من الفنادق الخمس نجوم إسماعيل هنية ولا خالد مشعل، هؤلاء الكلاب اللي بيلعبوا بأعمار الفلسطينيين وأدخلونا في هذا الأتون لمصلحة الإيرانيين. ماذا الذي فعل 7 أكتوبر؟ إيران العمل 7 أكتوبر يا لورين عشان توقف السلام في المنطقة وتوقف صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية، وأن لا يتنبه العالم عن الاتفاق النووي النهاردة. محدش بيتكلم في الاتفاق النووي، دوروا على مين المستفيد، دوروا على مين المستفيد. الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش. ما يحدث الآن من نبيل نتنياهو ومحاولة الاستفزاز في رمضان القادم، هو مش عاوز انتفاضة جديدة. ولو انتفض الضفة الغربية انت عارفة حصل ايه وهيحصل ايه. وبعدين في كارت لسه حماس ما لعبتش بيه، المقاومة الإسلامية ما لعبوش بيه، هو كتائب الاستشهاديين دول لو دخلوا في العمق الإسرائيلي هتشوفي الحوادث اللي كانت بتحصل قبل كده في الثمانينات والسبعينات. فيما يتعلق بخطوات بايدن الأخيرة، ربما تصعيد اللهجة تجاه بن غفير وسموتريتش وحكومة بنيامين نتنياهو، من ناحية بدأنا نرى خطوات فرض عقوبات على المستوطنين ودراسة فرض عقوبات على بن غفير، والآن يعني إدارة أمريكية مستمرة فيها الحديث أو تحذر من خطورة توسيع الاستيطان وأنه هذا لربما يضر في إنشاء دولة فلسطينية. ولكن هناك من يرى أن هذا التحرك لبايدن هو يعني لا يعتبر تحرك حقيقي يهدف في نهاية المطاف إلى الاهتمام بالشعب الفلسطيني، وهو أكثر موجه إلى الناخب الأمريكي ولا الداخل الأمريكي. هل توافق؟ أوافقك بالتأكيد. جزء كبير مما يفعله بايدن في هذا الأمر هو الإيباك، هو الجمعية الصهيونية اللي من خمسينات القرن الماضي بطرع كل السياسيين الأمريكان على مختلف الأحزاب، جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين. هو بالتأكيد يريد أن يأخذ أصوات اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية والكنيسة الأنجلية أيضا التي تدعم اليهود لمعتقد ديني هم أنتم عارفينه طبعا، هم يعني المفترض ما ينزل المسيح المخلص وفقا لعقيدتهم هيقتل اليهود أو الناس، كل اليهود هيتقتلوا أصلا، لكن هم بياخدوا الدعم من الكنيسة الأنجلية حتى يعني نرى ماذا سوف يحدث. فالكنيسة الإنجليزية والإيباك بالتأكيد لهم دور كبير في الانتخابات، ولكن بنيامين نتنياهو النهاردة أصبح عبء على الإدارة الأمريكية، أصبح عبء على ماكرون، أصبح عبء على شولتس وعلى
الاتحاد الاوروبي. النهارده بدا الدعم بيقل وانتم شايفين لغايه النهارده لم يتم صرف ال 14 مليار دولار اللي كان ربما نتنياهو رد على بايدن عندما بايدن حذر ربما اسرائيل من فقدان الدعم الدولي في العالم وتحدث عن الموقف الدولي. استاذ غريشاور يعني ان سمحت تعقيب ان اردت كذلك على ما طرح هنا وكيف تقرا كذلك قرار الكابينت لربما بسحب صلاحيات بن غفير المتعلقه بالصلاه ودخول المصلين المسجد الاقصى خلال شهر رمضان؟ بداية أنا أشكر ضيفنا من واشنطن على أنه يؤكد ما قلته من اليوم الأول أن إيران هي من تقف خلف كل هذه الحرب وأشكره على ذلك. آمل أن يقول هذا أيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي. أنا أسمع منذ سنوات أن المسؤولية دائما تقع على إسرائيل. أيضا الفلسطينيون حان الوقت أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم. لا يمكن طيلة الوقت اتهام إسرائيل بالاحتلال وبهذا وبذاك. قطاع غزة منذ العام 2005 365 كيلومتر كانت خالية من الاستيطان خالية من اليهود. وأنا أريد أن أرد على أضيف من مصر أيضا لمصر هناك مسؤولية مباشرة لما حدث في 7 أكتوبر. على مدار 15 عاما السلاح الإيراني ووسائل القتال تدفقت من مصر إلى قطاع غزة وهذه مسؤولية إسرائيل ومسؤولية مصر أيضا. أنا لا أتهم نظام السيسي، كانت هناك حكم مرسي، كانت هناك آلاف الأنفاق وفرض حتى الضرائب عليها وأنا أعرف هذا المجال. بشأن ما يحدث في دولة إسرائيل هناك حكومة يمينية، هناك صراعات داخلية وهناك جمهور إسرائيلي من وجهة نظري يرتكب خطأ كبير أنه يتظاهر ضد الحكومة ويلعب لصالح كل أعداء إسرائيل ويظهر أننا منقسمون وضعفاء. أنا آسف على هذا وآمل جدا أن الحكومة الحالية ستجد نفسها في ائتلاف خال من كل المتطرفين الذين يحرضون من الداخل. ولكن هناك من يقول دولة ديمقراطية في نهاية المطاف ويحق كذلك للأصوات المعارضة لسياسة هذه الحكومة المستمرة خاصة المتعلقة بقرارات الحرب أن يتظاهرون ولا يمكن القول أن هذا ضعف يا أستاذ غريشا، ليس كذلك؟ أنا دائما كنت فخور بأننا الدولة الديمقراطية الغربية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن في الشرق الأوسط هناك لغة مختلفة وعلينا أن نكون دولة غربية وديمقراطية في الشرق الأوسط وهذا يميز عن الدول الأخرى في الشرق الأوسط. ما المتوقع من إسرائيل في ظل ما تتحدث عنه؟ في حالة حرب يجب أن ندخل إلى حالة طوارئ وفي حالة طوارئ هناك صلاحيات يجب أن تعطى للقيادة والقيادة يجب أن تعمل وفق المصلحة الأمنية والوجودية لإسرائيل وليس وفق المصالح السياسية. تستمر الجهود المتحدثة كذلك الأمريكية حتى الروسية وحتى العربية حول مفاوضات وكذلك إنشاء دولة فلسطينية، برأيك هل الشارع الإسرائيلي والحكومة الحالية وحتى المعارضة الإسرائيلية جاهزة للحديث عن مفاوضات جدية تفضي إلى إنشاء دولة؟ أنا أعتقد أن الإجابة هي لا، المجتمع الإسرائيلي لن يقبل هذا. علينا أن نفكر سويا ونعيد الحسابات وأن نتوصل إلى اتفاقيات تغير الواقع الوجودي للكيانين الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا يجب أن يبدأ في التربية والتعليم في المدارس، أن يتوقفوا عن التربية من أجل الإرهاب والتحريض على الإرهاب. أنا لا أقبل عبارة المقاومة هي كلمة بديلة لعبارة الإرهاب. يجب أن نصل سويا كدول جوار إن قررنا إنشاء وتربية جيل جديد من روضات الأطفال إلى المدارس على تربية أخرى، وأقوم بهذا مع شركاء الفلسطينيين يوميا. أستاذ سمير أنا أردت التعقيب، تفضل على ما طرح هنا. وبرأيك يعني غدا موسكو ستستضيف لربما اجتماع فصائل بالإضافة إلى استمرار الجهود العربية وكذلك الأمريكية، برأيك هل في نهاية المطاف سندخل إلى مسار تفاوضي نتحدث عن مسار دبلوماسي يفضي في نهاية المطاف إلى إنشاء دولة في المرحلة المقبلة؟ خليني بس أرد على الضيف. الضيف على فكرة الضيف الاستوديو فاهم
ولو راجع كلامي انا ما اتكلمتش على فتره ما بعد بطلق عليه الربيع العربي 28 يناير والفوضى اللي حصلت، وكانت الفوضى بتمس الجميع. نعم. يعني التكفيريين اللي كانوا في سيناء اللي يعني نسقنا على الجانب الاسرائيلي بدخول قوات اضافيه كان بيوصل لهم سلاح حتى من ليبيا، يعني سلاح بيعدي مصر كلها. كان ساعتها الجيش مشغول بمواجهه المتظاهرات وتامين المناطق الحيويه، وكان في فوضى انفاق حقيقي، يعني ده ما حدش ينكره. لكن ما بعد ان تولى من تولي الفريق عبد الفتاح السيسي وزاره الدفاع قبل ان يكون المشير وثم رئيس الجمهوريه، بدا في عمليات انفاذ القانون وبالتعاون مع ادخال قوات اضافيه لغايه ما قلت لسيادتك 2018 وانا قلت لسيادتك ان لغايه 2017 القضاء المصري كان مصنف حماس جماعه ارهابيه، جماعه ارهابيه مش عشان اللي بتقوم بيه في اسرائيل، عشان التعاون مع الجانب الاخواني وعمليات الدعم المتبادل، يعني ياخدوا سلاح ويبعتوا خبراء وهكذا. مرحلة انتهينا منها. روسيا دولة مهمة لكن لازالت جزء كبير من الحلول في يد أمريكا، عشان نحكي بصراحة. يعني روسيا داخلة على الخط، لكن مش أمريكا مش هتدي الروس الفرصة أنها تبين للمنطقة أنها نجحت في إقامة أو التعاون في إقامة دولة فلسطينية، بينما يعني 75 سنة الجانب الأمريكي ضد إقامة الدولة الفلسطينية. لكن إحنا مع الدول الكبار، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن تتعاون. لكن فكرة الدولة الفلسطينية إحنا عايزين نوصل لليوم التالي للحرب في غزة، ونوصل لإطار زمني محدد، سنتين ثلاثة عشان نحكي بصراحة. لكن لو حد متخيل إن إحنا هننهي الحرب ونعمل دولة، لا. السعودية تعمل موضوع لتأهيل إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية. نعم. السلطة الفلسطينية بدأت تتكلم على حكومة التكنوقراط، ده بالمناسبة في مبادرة مصر عن الحل والتهدئة كانت حكومة التكنوقراط، وكانت ثلاث مراحل من الهدنة، ده حصل. وكان الانسحاب المتزامن، يعني نسلم شوية نخرج ننسحب وصولا لانسحاب الكامل. لكن الحراك في اللي بيحصل ده نتيجة ان الناس عرفوا ان في قضية. الضيف بيكلم ان مفيش المقاومة ارهاب، المقاومة مش ارهاب في القانون الدولي، المقاومة مش ارهاب. المقاومة لو ماتوا كل الموجودين هيطلع ناس تانية، ما بقى الاحتلال، ما بقت الممارسات. ادوا الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، واحنا نتعاون كلنا كعرب في فكرة بقى قبول الاخر وفكرة تغيير الفكرة ومكافحة الراديكاليزيشن التطرف ده. لكن هتقول لي مش فكرة يعني انك تبقى مع فصيل، لكن فكرة المقاومة ما اقدرش اطلع اقول انا ضد المقاومة بينما هناك ملايين من الاسرائيليين مع الاحتلال. لو طلع من الاسرائيليين ناس يقولوا احنا مع الدولة الفلسطينية وعندهم قبول اخر، هتطلع اصوات عربية تقول احنا ما ضد العنف، ضد استهداف المدنيين من الطرفين. أستاذ سمير باقتضاب لو سمحت، يعني المجاعة تتفاقم في قطاع غزة، بدأنا نرى تحرك لربما لإدخال مساعدات معينة من الأردن ومصر بالإضافة إلى فرنسا، هل يمكن أن نرى مبادرة عربية أوسع وأكثر جدية في هذا الموضوع؟ لابد يا لورين، لسبب الموضوع مزدوج. نعم. توفر المعونات اللي هو الشاحنات موجودة والمعونات موجودة كما وكيفا وفي الوقت وفي الزمن موجودة عندنا في مصر، والجزء الثاني إن هو الجانب الإسرائيلي يمنع يسمح بسرعة دخول المعونات من كافة المنافذ. الجانب الإسرائيلي كان اقترح إن هو يدخل من المعابر بتاعته من معبر إيريز يدخل الموضوع ده. إنسان يا جماعة، إحنا موضوع الحرب، حماس ترفع السلاح، جيش الدفاع السريع يرفع السلاح، دي قصة. وإن ناس أبرياء ليس طرف في الصراع يموتوا من الجوع، أطفال يموتوا، نساء يموتوا، لابد يطلع الأصوات اللي إحنا بنتكلم فيها واللي إحنا بنخاطبها عبر منابركم من الإسرائيليين. نعم. يقول يا جماعة لا، ده إحنا كإسرائيليين نتبرع ندخل للفلسطينيين للمدنيين وياخدوا الضمانات مع الأونروا أن تصل للمدنيين.
أن نصل لأماكنها، ده الأهم. والحل يا لورين إن إحنا نوصل للهدنة بسرعة، ولما نوصل للهدنة زي ما في الهدنة الأولى كان بيتم دخول معونات، ما كانتش ما يكفي، كان بتوصل لمتين مثلا مطلوب أكتر من كده، لابد من سرعة وصول ده. وفرصة شهر رمضان فرصة إن إحنا ندخل الناس دول، مش معقول يا جماعة الناس دي صايمة 24 ساعة بدون رمضان، يعني بيعيشوا على تمرة أو اتنين أو يأكلوا زعتر بدون عيش. ده المهم يا لورين. نعم. قضية بقى دولة، ما قيمة الدولة لو مات الشعب يا لورين؟ يعني أنت دلوقتي عم يقول لك دولة واليوم التالي الحرب، الفلسطينيين بيموتوا يا جماعة من الجوع، المرضى بيموتوا من قلة الدواء، ده المهم دلوقتي. نعم. ده كلام إنساني وليس سياسي. بعدها بقى نبتدي، اللي عايز يحارب تاني يبقى يحارب، اللي عايز يقاوم يقاوم، اللي عايز سلام يعمل سلام. الآن انقذوا الفلسطينيين، انقذوا الفلسطينيين، دي مهمة العالم كله، ومسؤول عنها مسؤولية مباشرة. لا بس استمر إن سمحت لي. بالتعاون بقى مع الدول العربية اللي عندها الحمد لله. على ما يبدو هناك كذلك تطورات لافتة في العاصمة السورية دمشق، المرصد السوري تحدث في هذه الأثناء عن انفجارات توصف بالضخمة في دمشق وريف دمشق ناجمة عن قصف إسرائيلي، هذا بحسب الأنباء الأولية، وبعد قليل ربما سنكون مع تفاصيل أكثر مع مراسلتنا المتواجدة في الجبهة الشمالية إسراء الزير. إسراء، ما هي تفاصيل متعلقة بهذا القصف الإسرائيلي في دمشق؟ يعني مصادر سورية تتحدث بأنها غارة عنيفة جدا نفذتها مسيرة إسرائيلية على محيط منطقة السيدة زينب. الحديث يدور حتى هذه اللحظة بأنها غارة عنيفة، وأن هنالك أيضا استهداف لمعسكر سليمان في غوطة دمشق على أطراف بلدة في سوريا، وأن الاستهداف في منطقة السيدة زينب استهدف مبنى سكني في تلك المنطقة. بطبيعة الحال المعلومات ضبابية لآنية المشهد، مثلا وكان سنة تتحدث حتى هذه اللحظات بأن الوسائط الدفاعية السورية تصدت لبعض الأهداف التي نفذتها المسيرة الإسرائيلية باتجاه محيط دمشق، ولكن العديد من الغارات سقطت في تلك المنطقة مستهدفة شقة في مبنى سكني حتى هذه اللحظات. بطبيعة الحال لورين، المعلومات ضبابية لآنية المشهد. في الوقت القليل القادم سوف نكشف كافة المعلومات، ولكن عندما نتحدث عن مبنى سكني وعن غارة إسرائيلية، يعني بطبيعة الحال محاولة اغتيال تنفذها إسرائيل ربما لبعض قادة الحزب المتواجدين في تلك المنطقة، كما شاهدنا في الوقت القليل القادم. نعم، إسراء، عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل من الجبهة الشمالية. إسراء الزير، شكرا جزيلا. إسراء، أستاذ غريشا، كيف يمكن قراءة الاستراتيجية الإسرائيلية تحديدا في سوريا، خاصة وأنها مستمرة في استهداف إن كانت حزب الله المتواجدة في هناك أو معاقل أو مواقع إيرانية؟ هذه ليست سوريا، هذه إيران. الناس ربما لا تنتبه، لكن حينما نتحدث عن السيدة زينب نحن نتحدث عن مكان مقدس للطائفة الشيعية، وفي السنوات الأخيرة هناك هجرة لإيرانيين ومقاتلين إيرانيين وأفراد أسرهم يمرون من إيران، وهناك حي جديد تم بنائه في السيدة زينب، وهناك في هذا الحي الإيراني أنا لا أكشف سر حينما أقول هذا، هناك مسؤولون إيرانيون أيضا، وأنا لا أستبعد لو كانت هذه الشقة التي تم استهدافها هي تعود لمسؤول إيراني أو لمسؤول في حزب الله موجود في هذا الحي، لكنني أعتقد أنه في الساعات القادمة سنفهم من كان هدف هذا الاغتيال، لا نعرف حتى الآن. ونكتفي بهذا القدر. الأستاذ غريشا يعقوبوفيتش، ضابط سابق وخبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. من القاهرة العميد سمير راغب، خبير عسكري واستراتيجي، ومن واشنطن المحلل السياسي أستاذ ماك شرقاوي، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية دقائق، ويلقاكم الزميل أدهم حبيب الله لاستكمال هذه التغطية. إلى اللقاء.